مها، اليوم داعش أسوأ يوم بحياتي. يا سرفندي، ما عجبته أخباري، وبالطريق دعمت هذا الهبل وفتت سجن. هسه عندي فضول، يعني أريد أعرف شكو بعد، يجوز أنضربه بصاروخ. لا تبالغين دلال، انت سويتي موضوع عمو ياسر؟ لقيتي مكتب تاكسي؟ إيه، بس كان ناقصني تاكسي. اللي كذا عمو ياسر مضيع عقله، انا درست كل هالسنين كليه على مود اصير سايق التاكسي، اذا هالقدير يتخلي هو يروح. دلال ما معلوم هيك مواضيع، بلكي تقدرين تطلعين الموضوع حلو من مكتب التاكسي. اي بلكي اصير شرطيه هم بعدين. لا تصنفين الكل شي عيني، باعي ركزي بهالشغل. تمام، لا تعصبين. اكو اعلان هنا يردون سايق بمكتب الامان، اروح احكي يقبلوني بالشغل. والله سويش ما تردين وفوتي على المكتب، ترى عمو ياسر يدمرج. اوف تمام، يلا انا اروح لعد. الله يسهل لك. مرحبا. مرحب. اهلا وسهلا، محتاجه تاكسي؟ لا ما اجيت على مود تاكسي، انا جاي على مود اعلانكم بالجريده. لك يبو يعني تريدين تصيرين سايقه تاكسي اختي؟ انت تحكين صدق بنتي؟ اي طبعا، ليش تفاجئتوا؟ ما افتهمت. اخوان يمكن هاي كاميرا خفيه. طبعا اذا هاي كاميرا خفيه كلش حلوه، بس وين الكاميرا عجبا؟ يمكن برا. دلونا على مكانها حتى نسوي لها باي باي. عفيه دلوني عليها، خلي اسوي لها باي باي. وينها عفيه؟ قولي لي. لا مو كاميرا خفيه، اريد اشتغل سائق تاكسي. تعي بنتي قعدي، خلني احكي شويه. عمو نوري، انت راح تاخذ هاي الست سايقة هم. طبعا عيني، اصلا كلهم ما عدا اني ما افتهم. مو بنتي، اريد اوضح لك شغلة. شغل التاكسي ترى صعب، انت تدبريها لهاي الشغلة لو لا؟ اي ادبرها. اخويا نوري، ست نجاة وليلى يعني بالبداية كانوا سباعيات هن، وبعدين تعبوا شوية، بس هاي البنية مستحيل ما تدبرها. بح هاي ضعيفة يعني، رقيقة هيك يعني، كلش ناعمة. وليش ما أدبرها ها؟ لا تشوفوني هيك، أنا اللي أريد أخذه. زين، أنت اشتغلتي تاكسي قبل؟ لا. لعد خل نسأل غير سؤال، نقول قبل مشتغلة غير شغلة أنت؟ مش مشتغلة قبل يعني؟ لا ما اشتغلت، بس كل شيء له بداية مو؟ شوفي بنتي، ترى شغل التاكسي صعب ويراد لطولة بال وخلق. ده شوفين هالتكاسي هذي بالشارع، حتلاقين أشكال أنواع من الناس، بيوم المخبال وبيوم الزاحف همين. إيه مثلا حرامي، قاتل، مجرم، ما نعرف والله، أشكال والوان أكو والله. إيه وانتي ده تسوقين هيجي ما تحسين إلا وحاطة السكينة على رقبتك هيجي. أني أخذ السكينة مني ده وثرمة ثرم. ثرموني، سووني لحم، ثرموني يم وصرت لحم. يذبون حكي. اللي يذب حكي يقطع لسانه. ليش منو هذا يذب لي حكي؟ ها؟ إيه والله يا بنتي، ترى ده أقول لك الشغل كله صعب مع التاكسي، حتى رياجيل ما يدبروها. عفية، انطوني فرصة على الأقل. بنتي والله أخاف عليك، خاف تصير مشكلة بيك وبالسيارة، أنا ما أقدر أتحمل هيك مسؤولية. بابا أعتذر منك. عافية. أقول لك شيء أختي العزيزة، أنت كلش حلوة ما شاء الله، أنت صيري عارضة، اطلعي بالتلفزيون، عرضي على المسرح. أنت والتاكسي شنو؟ باباتي التاكسي متعب، السياقة شغلة كلش صعبة، شنو جيبها شغلة هاي؟ أي من تصيرين عارضة خلينا نشوفك عودين. الله يلعن. شو اقول لعمو ياسر هالساني؟ عمو نوري، انت ما قبلت الست بالشغل لان اني راح تنطيني التاكسي الثاني مو؟ ايش دا تفكر مو صحيح؟ لا تشوف علي كمال، لو تبقى انت الشخص الوحيد بالكره الارضيه هم ما خليك تلزم تاكسي، كافي تلج ما انطيك. سرت قلبي عمو نوري، شكرا. اوف اوف. عمو نوري، البنية اللي ما قبلتها بالشغل قاعدة بالحديقة ودا تبكي. عمو نوري. لا إله إلا الله، هاشو مشكلة، خلي راح أشوف. امشوا. هاي شنو؟ ايش دا يصير؟
بنتي شكو ليش تبكين؟ احكي لي شكو. صار لي شهور ادور شغل، ما ظل مكان ما شفته، ما حد يقبل يشغلني. يا عيني ليش تبكين؟ انت صغيره وحلوه وممكن باي مكان تلقين شغل يا عيني. شنو عبالك الجمال يفيد بشي؟ بلوى هاي تروح للشغل، ما يخليك تشتغل بخبراتك، يلتمون براسك مثل النحل، وبعدين من ترفض يخلوك قدام الباب. شنو انا ما اقدر اشتغل بشرف يعني؟ ايوان ايش علي يا اختي، ايش تصحين علي؟ الله يلعن، هاي كانت اخر فرصة لي وهمينا ما صارت. اخويا نوري خلي نجربها للبنية، شو تقول؟ ها بنتي دوك في سلة تبكين. دقيقة خلنا نفتهم لحظة، اذا تريدين عيني بالبداية حجربش بالشغل، واذا شفتش زينة تكملين. انت كلش زين عمو، اشكرك هواية كلش هواية. توقفي بابا لا تفرحين رأسا هيك، اول مرة خلي نجربك، اذا ما نجحتي بالتجربة هاي بعد شو نسوي؟ تمام تمام، يعني راح نجربك اول مرة. باكر الصبح تعالي هنا بالسبعة، لان عمو نوري ما يحب اللي يتأخرون، ديري بالك. تمام بالسبعة الصبح اني هنا، شكرا. اشكرك مرة ثانية. هلا بيك. الله الله.